بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سائل كريم يسأل عن حكم صدق الله العظيم عقيب كل تلاوة. نقول إن هذا بدعة أيها الفضلاء، أن يلزم في كل تلاوة فيقول بعد صدق الله العظيم، هذا بدعة. الآن نوصل للمسألة. صدق الله العظيم أيها الفضلاء في أصلها هذه الكلمة هي كلمة حق ولا شك في ذلك، ومن كذب خبرا عن الله تبارك وتعالى فإنه بذلك يكفر، يخرج من الملة عفا الله وإياكم. كيف وقد قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وربنا عز وجل يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وربنا تبارك وتعالى يقول عز وجل، وهذه هي حجة من قال بذلك، يتكئون كلهم على هذه الآية. الآن نقرأ الآية ونفهم ما فيها. قال ربنا تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الآية أتت في جملة الإخبار، في جملة الإخبار لكي تكذب اليهود الذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، وإخبارا أن أفضل الملل هي ملة إبراهيم عليه السلام، والذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الملة الحنيفية السمحة. فجاء جاء مجيء الإخبار ولم يجئ مجيء الأمر في التعبد. ولذلك انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى لما أمرنا عز وجل أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في قراءة القرآن. هنا أتى أمر، قال ربنا عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله، هنا أتى أمر، هنا أتى الأمر بالاستعاذة عند تلاوة القرآن، لكن لم يأتي أمر بأننا أيها الفضلاء إذا انتهينا من التلاوة أن نقول صدق الله العظيم. هذا من حيث التحليل الأول، والرد على الذين استدلوا بهذه الآيات: قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فإن هذا إخبار، ومن كذب شيئا من أخبار الباري عز وجل فإنه يكفر عافنا الله وإياكم. طيب، الآن نأتي للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويقرأ عليه القرآن. خذ عندك عند البخاري عبد الله بن مسعود قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال أقرأ، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ، استفتح سورة النساء، ومر وهو يقرأ وإذا حتى إذا جاء عند قول ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء الآية 41: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. النبي وش قال له؟ قال له قل صدق الله العظيم. قال له حسبك، وفي رواية قال له أمسك. لذلك بوب عليها أهل العلم باب القول للقارئ حسبك، يعني خلاص اكتفي بهذا، وما قال له صدق الله ايش، صدق الله العظيم قلها واختم بها التلاوة. إذا لم يرد في سنة قولية ولم يرد في سنة فعلية، فدل على أنها بدعة، على أنها بدعة إضافية. لماذا؟ لأن الأصل في صدق الله العظيم وارد في أخبار الله تبارك وتعالى، فقلنا هذه بدعة ايش،
إضافية، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن هناك أحداث إذا حصلت الإنسان هنا يقول صدق الله، ما في مانع. روى الإمام الحاكم والترمذي صح الألباني من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر، كان يخطب على المنبر، وقدم الحسن والحسين في ثوبين أحمرين. طبعا الحمار هنا ما هو الحمار اللي هو المحض، لا، الحمار اللي هو مشوب بشيء الأحمر المحض يكره أن يلبس. فعثر، فقام النبي نزل من على المنبر وحملهما ووضعهما بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقال إيش؟ قال قل صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى وضعتهما إيش، حتى نزلت إليهما ووضعتهما إيش بجنبي ورفعتهما. حديث صحيح. هنا قال قل صدق الله، لأن هذا في حادثة خاصة، يعني مثلا رأيت ظالما أهلكه الله عز وجل قل سبحان الله، قل صدق الله. نعم نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم إن أخذه أليم شديد، وهكذا في الحوادث إيش والحالات التي تحدث في مثل هذه وأضرابها. ومن يتوقع يتدبر هذا الحديث يلقى في بداية قول وليس في نهاية تلاوة، وعند نزول حالة وليس في ختام قراءة. وعلى كل حال أيها الفضلاء المباركون، هذا القول قال به الشيخ بن باز، وقال به الشيخ علي الطنطاوي، وقال به الشيخ ابن عثيمين، وقال به الشيخ بكر ابو زيد، وقال به الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ، وقال به الشيخ الفوزان، وقال به الشيخ الغديان، وجمع من اهل العلم، وهو القول الراجح ان شاء الله عز وجل. الادله التي سقتها لكم سابقا. طيب، القول هذا متى بدا؟ ما كان يعرف القرون المفضله، لا عند الصحابه ولا التابعين ولا اتباع التابعين ولا في عهد النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. ولكن ابن الجزري في النشر في كتابه النشر في القراءات العشر نقل وقال كانوا يقولون عقيب الختم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. كان ينقل هذا الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه طيبة النشر في القراءات العشر، ويتكلم في القراءات العشر الكبرى. أيضا نقل ذلك الإمام القرطبي في تفسيره ونسبه إلى الحكيم الترمذي، وليس هو الترمذي صاحب إيش صاحب السنن، الحكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الأصول، وقال إنهم كانوا يقولون ذلك. وهذا الكلام كان فين؟ كان في القرن الرابع، من بداية القرن الرابع، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، ولا في هذه القرون الثلاثة المفضلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية فإن كل محدثة بدعة، وفي رواية فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالزموا غرز النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا ما أتى به. فإن قرأ عليك قارئ وأردت أن توقفهم أيها المبارك فقل له إيش، فقل له حسبك. ونرجع لابن الجزري. ابن الجزري من مواليد سنة 751 هجرية، يعني في منتصف القرن الثامن، ومات سنة 833 هجرية، يعني في الثلث القرن التاسع. فشتان بين هذا وبين هذا، فلا شك أنه أمر محدث. نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد واتباع غرز النبي والسنة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.